أكدت إدارة الكوارث في أفغانستان ارتفاع عدد من لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب ولايتي باكتيكا وخوص جنوبية شرقي البلاد بقوة 6 درجات، ارتفع إلى أكثر من 1000 شخص، كما وخلف 1500 جريح على الأقل. وكان سكان مناطق في غرب باكستان وتحديدا مقاطعة وزيرستان المحاذية لولايتي باكيتا وخوست قد شعروا بالهزة الأرضية التي لم تسفر عن خسائر في باكستان، كما وشعر سكان مناطق في إيران والهند بهزات الزلزال. بعد دقائق من زلزال مدمر لم تمنع أهوال الصدمة هؤلاء من التجمع والغبار على أكتافهم لإنقاذ من بقي عالقا تحت الأنقاض. أفغانستان، هذا البلد الذي عانى على مر الأشهر الأخيرة هجمات راح ضحيتها عدد لا يحصى من مواطنيه، ها هو اليوم يعدد ضحايا كارثة طبيعية أودت بحياة أكثر من 1000 وما يزيد عن 1500 جريح جنوب شرقي البلاد في حصيلة ليست نهائية وفق السلطات. السلطات الأفغانية قالت إن عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث ما زالت جارية في وقت تحاول فيه مروحيات الإجلاء نقل المصابين إلى المشافي لتعسر الوصول إلى مكان الحادثة. دمر الزلزال منازل جيراننا، رقدنا فوجدنا عديد الجرحى والقتلى، وعندما أرسلونا للمشافي رأيت العديد من الجثث أيضا. كانت الساعة منتصف الليل عندما ضرب الزلزال، أنا وأطفالي بدأنا بالصراخ، دمرت إحدى غرفنا، سمعنا صراخ الجيران في كل مكان ورأينا دمار غرفهم أيضا. وكالة إدارة الكوارث قالت إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتيكا، فضلا عن الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي نينجرهار وخوست. للأسف استنادا إلى التقارير الأولية فقد 920 شخصا حياتهم في مقاطعات مختلفة مثل باكتيكا وجيان وبرمال وخوست بسبب الزلزال الذي وقع الليلة الماضية، وأصيب 610 أشخاص. في الأثناء أبدت كل من الخارجية الباكستانية والخارجية التركية استعدادهما تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة ودعم الأفغان المتضررين من الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 على مقياس ريختر. ووفق روايات منقولة عن شهود عيان، فقد شعر سكان العاصمة الأفغانية كابول ومناطق في الهند وباكستان بهزة الزلزال، كما وثقت الكاميرات تضرر العديد من المنازل إضافة إلى تدمر أخرى بالكامل، ما جعل السلطات تناشد وكالات الإغاثة التدخل والمساعدة الفورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية أكبر. ينضم إلينا عبر الإنترنت للوقوف على مزيد من التفاصيل الصحفي عمران الأفغاني، وكذلك ينضم إلينا عبر الإنترنت من الدوحة دكتور محمد نعيم الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان. أرحب بكما وأبدأ بالصحفي عمران للوقوف على تفاصيل ومعلومات هذا الحادث الأليم. عمران، ما الذي حدث حتى اللحظة؟ ما هي حصيلة الوفيات النهائية وحصيلة الإصابات النهائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حامد ومصلي وبعث التحيات لكم ولجميع المشاهدين. طبعا هذه الحادثة وهذه الكارثة حدثت البارحة، وحتى أنا كنت في العاصمة الأفغانية وأنا شعرت منتصف الليالي واستيقظت من النوم ورأيت أن الغرفة التي أنا كنت نائما فيها تهتز لدقيقة، ومركز هذا الزلزال كانت ولايتي خوست وباكتيا، وشدته تجاوز يعني 6 درجات، وطبعا ضربت تلك المناطق بقوة أكثر. وكما تعلمون أن معظم البيوت للأفغان خاصة الذين يعيشون في الأرياف والقرى بيوتهم طينية ومتواضعة ولا تستطيع الصمود أمام مثل هذه الكوارث. وحسب المعلومات الأخيرة التي وصلت إلينا أن عدد القتلى يتجاوز يعني 1000 شخص، وكذلك عدد المصابين يتجاوز 2000، وربما سترتفع هذه الضحايا لأن هذه المناطق التي حدثت فيها هذه الكارثة المؤلمة هي مناطق جبلية ومناطق بعيدة جدا، ولا تعمل الشبكات والاتصالات بشكل جيد حتى نحصل على المعلومات الدقيقة، لكن من المتوقع أن ترتفع عدد الضحايا.
نعم، شكرا جزيلا الصحفي عمران الأفغاني، كنت معنا عبر الانترنت من كابل. الدكتور محمد نعيم الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، نعزيكم في هذا المصاب الأليم الذي ألم ببلادكم، واسمح لي بسؤالك كيف تتابعون هذا الزلزال أو هذا المصاب والنتائج الكارثية التي وقعت عنه، وما هو حجم الاحتياجات التي تريدونها للتعامل مع الموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم وإلى جميع المشاهدين الكرام. في الحقيقة هذا الحادث الأليم، أو في الحقيقة عندما نقول الكارثة الإنسانية التي وقعت في أفغانستان، نحن نعزي أنفسنا وشعبنا والأمة الإسلامية في هذا الحدث الأليم والمؤلم. نعم الكارثة كبيرة جدا، فوق ما نسمع من الأخبار في الإعلام وما تتناقل من المعلومات. المعلومات الأخيرة تفيد بأن هناك حوالي أكثر من 1500 قتيل، وأكثر من 2000 أو ممكن يصل عدد الآلاف من الجرحى، وأن هذا العدد ممكن يزداد، لأن حتى الآن عملية إنقاذ لم تنتهي بعد بل بدأت اليوم. هناك كثير من الناس عالقون تحت الأنقاض، وأن عملية الإنقاذ جارية، وإن كانت متواضعة وبسيطة لأن الإمكانيات عندنا بسيطة جدا، وإن كانت جميع المسؤولين في الحكومة بدءا من أمير المؤمنين حفظه الله تعالى كان له تعليمات خاصة للدوائر الحكومية المعنية بهذه الأمور بأن تذهب إلى تلك المناطق وأن تساعد الأهل والناس هناك. وأيضا رئيس الوزراء اليوم كان هناك مجلس وزراء طارئ، جلسة طارئة، وكان هناك تخصيص 100 مليون أفغاني، ما يقارب تقريبا حوالي 1,100,000 دولار، هذا أيضا يعني مساعدات نقدية. ولكن الكارثة أعظم وأكبر من كل هذا، أن هناك مشاكل في الوصول إلى تلك المناطق النائية الوعرة، وأن هناك طرق وعرة وغير معبدة، وأن الوصول إلى تلك المناطق صعب أيضا، وأيضا أن الإمكانيات ضئيلة. طيب دكتور محمد نعيم، بالنظر إلى حجم تلك الكارثة التي ألمت بكم، وبالنظر إلى ضعف الإمكانات الموجودة في أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي من أرضكم، وبالنظر إلى تلك المدة الطويلة التي عانت فيها أفغانستان من الاحتلال وما إلى ذلك، سؤالي إليك الآن، هل عرض عليكم تقديم المساعدة من قبل أي من الدول، سواء الأوروبية الغربية؟ هل طلبتم المساعدة؟ ماذا أو بماذا تم الرد عليكم؟ نحن هناك طبعا يعني كان هناك طلب عام لجميع من يساند او يستطيع ان يساعد ولو بحرف ولو بكلمه، وكل من قدم هناك تعازي او انهم عرضوا مواساتهم فنحن نشكرهم. وطبعا هناك كان بعض المساعدات عمليه لدوله تركيا من خلال هذا الهلال الاحمر التركي، فنحن نشكرهم على ذلك. وايضا هناك كانت دول اخرى مثل باكستان والهند وامريكا ايضا، وكان هناك بعض الدول الاخرى هم قالوا باننا مستعدون، ولكن الوضع هناك لا يحتاج الى طلب المساعده ونقدم نحن طلب لاحد، الجميع يرون ويشاهدون الوضع الكارثي هناك، فكل من يريد ان يساعد باي نوع من المساعدات، سواء كانت يعني مساعدات ماليه وامكانيات مثلا طبيه وعلاج او الاكل او الشرب او المأوى، فانتم تعرفون ان الكارثه هناك الناس ليس لهم مأوى، وان الجرحى يعني اكثر كما قلت اكثر من 1500، وعفوا القتلى والجرحى اكثر من 2000 واكثر، فنقل هؤلاء كلهم يعني بحاجه الى نقل جوي بالخاص، لان النقل البري هذا صعب جدا، انه الوصول الى تلك المناطق النائيه ياخذ تقريبا حوالي من 3 إلى 6 ساعات، فهذه عندما تصل الى تلك المناطق ثم هناك عمليات الانقاذ، الفرق الانقاذ وان كانت ذهبت هناك ولكنها قليله جدا. فنحن في الحقيقه نطلب من جميع ان نناشد الجميع من يستطيع ان يساعد باي نوع من المساعدات، سواء كانت في داخل البلد او خارج البلد، سواء كان هناك الدول او الحكومات او المنظمات او الاشخاص الخيره، فنحن يعني نطلب من الجميع ان هذا الوضع بنفسه هذا يعني إذا كان واحد يريد أن يساعد فليساعد،
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية لدى أفغانستان قال ليست لدينا إمكانيات لاستخراج ضحايا الزلزال من تحت الأنقاض في أفغانستان. هل تمت حتى الاستجابة لذلك النداء من قبل المنسق الأممي، حيث أنكم يعني كما تحدثت أنت سابقا البلاد تعاني ما يكفي ولا يمكنها التعامل بمفردها مع مثل هذا الحادث واحتياجاته؟ حتى الآن نحن لم نتلقى هناك يعني أي مساعدة عملية كما قلتم من أي جهة، وطبعا هناك وعود ونحن نشكرهم على ذلك، على هذا أنهم تعاطفوا وأظهروا تعاطفهم، فهذا نشكرهم على ذلك. ولكن الآن هم الجميع يرون الوضع، الوضع كارثي جدا. يعني هناك حتى الآن القرى بأكملها دمرت والناس عالقون تحت الأنقاض، وممكن الآن هم للأسف فارقوا الحياة، فانتشار الجثث والجرحى على الأقل ننقذ حياة بعضهم، فهذا أمر مهم جدا. والذين ينقذون ويستخرجون ليس لهم مأوى، ليس لهم مكان، فأين يبيتون وأين على الأقل أن يجلسوا؟ يعني مشكلة كبيرة جدا. فنحن نطلب من الجميع، المنظمات الدولية كما قلت والحكومات والدول وغيرها من الأشخاص الخيرين في مختلف دول العالم، بأن يهبوا إلى هذه مساعدة إخوانهم بالأخص المسلمين في جميع أنحاء العالم. فنحن نطلب منهم المساعدة، وتعرفون بأن هناك نحن أيضا نشرنا من خلال مواقعنا الرسمية بعض الأرقام والحسابات البنكية للهلال الأحمر الأفغاني، بأن من يساعد وإن كان هو بعيدا سواء في أوروبا في أمريكا وفي دول أخرى دول الخليج وغيرها يريدون أن يساعد الشعب الأفغاني، بإمكانهم أن يرسل أموالهم من خلال هذه الحسابات البنكية للهلال الأحمر الأفغاني، فإن شاء الله هذا أيضا يعني ستصل إليهم. وطبعا الكارثة ممكن تزداد غدا، ممكن سنحن نرى هناك زيادة كبيرة في عدد القتلى وفي عدد الجرحى، وهناك بمئات ليس بالمئات بل بالآلاف من البيوت دمرت وقرى بأكملها دمرت. فللأسف هناك ليس فقط بل في الماشية وترمكم الله الحيوانات الأهلية، طبعا هناك الخسائر فادحة جدا في الأرواح وفي الأموال. شكرا جزيلا دكتور محمد نعيم الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، كنت معنا عبر الانترنت من الدوحة، لك جزيل الشكر. مشاهدين المساء مستمر، وبعد الفصل باقي فقراتنا وفيها وقفة أمام مقر الخارجية البريطانية في لندن للمطالبة بالضغط على الحكومة المصرية من أجل الإفراج عن السجين السياسي المصري علاء عبد الفتاح.